تقطعت به السبل وتبخرت الأحلام بعد أن أغلق وباء كورونا الحدود، ولم يعد أمل في العبور إلى أوروبا حيث يموت الآلاف بسبب كورونا. رمضان مواطن إيفواري لا مأوى له سوى هذه المبادرة التي أقامتها السلطات المغربية علها تقيه من شبح الفيروس اللعين. بفضل مساعدة الحكومة المغربية نقيم في مأوى دار الشباب، والشكر لحاكم المدينة. هم مهاجرون غير شرعيين، لا مأوى ولا طعام يقوي مناعتهم لمقاومة الفيروس، وجدوا هنا ضالتهم ولو بعد حين. ما تهمناش الجنسية ديال الفرد، ولكن تهمنا الصحة ديالو بعداك أولا، الصحة ديالو وديال المواطنين الآخرين كذلك، وكذا هو الهدف الأسمى. هكذا يغنون لعل شمس الأمل تشرق من جديد، فلا أحد هنا بات يتنبأ بمستقبل أوروبا التي كانت رمزا للحياة فأصبحت مقبرة للأموات بسبب الوباء القاتل. المهاجرين من جنوب الصحراء يعتبرون المغرب كمحطة عبور من أجل الانتقال إلى أوروبا، لكن في الظرفية الحالية فلا يظهر أن هناك أمل أصبح لهم بخصوص انتشار هذا الوباء الكاسح. يحلم هؤلاء بالعبور إلى القارة العجوز، لكن الفيروس المجهري بعثر لهم كل الأوراق. إقامتهم بهذا المأوى فرصتهم لإعادة كثير من الحسابات في ظل مستقبل منفتح على كل الاحتمالات. هم مهاجرون أفارقة يواجهون خطر فيروس لم يرحم الأقوياء، فكيف بالضعفاء؟ إذ يفرحون بهذا المأوى الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف انتقال العدوى، ولسان حالهم يقول بأن الفرج قريب. كريم القرقوري، العربي، بن سليمان، ضواحي الرباط.